أكد شاروخان خلال لقاء أجراه مؤخرا أن الدين لا يناقش في منزله أو خارجه، فعندما يطلب من أطفاله كتابة ديانتهم يستبدلوها بالجنسية هنديا بحسب ما نشرت إحدى المواقع الهندية. ويوضح شاروخان تقسيمة الديانة في منزله قائلا: زوجتي هندوسية، أنا مسلم وأطفالنا هندوستان. مضيفا: عندما ذهبوا إلى المدرسة كان عليهم أن يكتبوا دينهم، وجاءت ابنتي إلي مرة واحدة وسألتني ما هو ديننا؟ كتبت ببساطة في خانة الدين أننا هنديون وليس لدينا دين. كما أوضح أن الدين لا يفرض داخل منزله، وأنهم يحتفلون بجميع المهرجانات والمناسبات الدينية. وفي حديثه عن أطفاله قال: قد أعطيت ابني وابنتي أسماء لا يمكن لأسماء عامة لا تفصح عن ديانتهم، وهي إريان وسوهانا. وعن دينه قال شاروخان: أنا لست متدينا أو ملتزم بالصلاة 5 مرات، ولكني إسلامي، فأنا أؤمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد. شاهروخ خان، والذي صار شاروخان ملك بوليود والملقب أيضا بالملك خان، ولد في يوم 2 نوفمبر عام 65 في نيودلهي، أي أنه من مواليد برج العقرب. شاروخان أمضى الأعوام الخمسة الأولى من حياته في منغالور، والسبب أن جده لأمه شغل منصب كبير المهندسين في ميناء هذه المنطقة عام 60، وهم كانوا يعيشون في هذه الفترة معه. جده من والده ميرتاج محمد خان، الذي كان ناشطا سياسيا من أجل استقلال الهند من بيشاور الهند البريطانية التي صارت فيما بعد باكستان، وانتقل إلى نيودلهي قبل تقسيم الهند عام 47. والدته تدعى فاطمة، ووالده خان لطيف الذي هو أكبر من والدته ب 13 سنة، وقد كان لقائهما غريبا وسينمائيا جدا، حيث أنقذ والدته من الموت بعد تعرضها لحادث مروع. تزوج وقد كان ذلك في عام 59، عاش في راجندار دلهي. درس شاروخان في مدرسة سانت كولومبا، وكانت صديقة طفولته أمريتا سينج التي أصبحت ممثلة فيما بعد، الجميلة أمريتا سينج. ثم دخل كلية الاقتصاد، لكنه قضى معظم وقته فيما يعرف بمسرح العمل مجموعة دلهي، حيث درس التمثيل تحت إرشاد من مدير المسرح بيري جون، وبعد ذلك بدأ يدرس للحصول على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري من جامعة الملة الإسلامية، لكنه ترك الدراسة من أجل متابعة حياته المهنية، كما حضر دروسا في المدرسة الوطنية للدراما. مات والده من مرض السرطان، وكان حينها شاروخان في منتصف سن المراهقة، وتوفيت والدته في عام 1991 من مضاعفات مرض السكري، وكان ذلك أثناء بداياته في بوليود، مما أثر ذلك عليه، ولكنه بعد ذلك أصبح حافزا لديه أكثر للوصول لهدفه. لكن شقيقته الأكبر سنا سنة شهناز هي التي لم تستطع أن تتخطى هذه الأزمة حتى الآن، وتعيش الآن مع أخيها. تزوج خان من غوري التي لقبت بعد ذلك بغوري خان، وهي من الهندوس، والتي تعرف عليها في إحدى حفلات أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية، وحصل الإعجاب بينهما في لحظة فدعاها للرقص، قبلت، اقترب من بعضهما أكثر فأكثر، حتى علم والدها بذلك فأرسلها إلى بومبي لإبعادها عنه بسبب اختلاف الديانتين. لكن ليلة رحيلها إلى بومبي كانت فاصلة، فقد كان يوم ميلادها، وأقام لها شاروخان حفلا في منزله، فلاحظ أنها حزينة، وعندما سألها عن السبب بكت وغادرت مسرعة. لاحظت فاطمة والدة شاروخان ما حدث، فاستدعت ابنها بعد الحفل وسألته، فاعترف لها بحبه، فأعطته المال كي يتزوج، وذهب لطلب يدها، ففوجئ برحيلها، سافر وراءها ولا ألف ليلة وليلة، وبحث عنها في بومبي ولم يجدها، حتى تذكر أنها تحب البحر والشاطئ، فذهب ليبحث عنها هناك فوجدها وعادت معه، فما كان من والدها إلا الرضوخ لسلطان الحب أقرب للخيال، قصة زواجه بيها.
أقام حفل زفاف هندوسي تقليدي عام 1991، وقد كانت والدته على قيد الحياة حينها، حيث توفيت بعد زفافه. لديه 3 أبناء، هم الآريا مواليد 97 وسوهانا مواليد 2. وفي عام 2013 أصبح أبا للطفل الثالث، يدعى إبرام من خلال أم بديلة. يقول خان أن أولادي يتابعون الديانتين الإسلامية والهندوسية. في عام 2013 هزت علاقته بزوجته ما أشيع هنا مع مراته وأبنائه الثلاثة، صور نادرة ليهم، يشبهوا بعض جدا. ما أشيع عن علاقة عاطفية تجمعهم برينكا شبرا. وقال شاروخان أن هذه الإشاعة أثرت على علاقته بزوجته فعلا، وغضب للغاية، ولم تحضر معه أي فعاليات أو مناسبات عامة بسببها. من عام 95 إلى عام 98 لعب شاروخان عددا من الأدوار الرومانسية، وقد كان أشهرها فيلم رجوع العاشق المجنون الذي حقق 19 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، وفاز الفيلم بعشر جوائز فيلم فير، وفاز خان بجائزة أفضل ممثل دور رئيسي. هذه الأعوام الثلاثة حولته لجان بريمير السينما الهندية. حصل على 14 جائزة فيلم فير حتى الآن، كما كرمته الحكومة الهندية مع باد ماشيري في عام 2005، ومنحته الحكومة الفرنسية وسام نقابة الفنون والآداب ووسام جوقة الشرف، وصار ثاني أغنى ممثل في العالم، حيث تقدر ثروته ب 600 مليون دولار. وصفته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأنه أكبر نجم سينمائي في العالم وأكثر الأشخاص نفوذا في الثقافة الهندية. ودي صور مع مراته وأولاده، صور عائلية جميلة. وابنه يشبه أوي، وهنشوف بقى السيارات. شاروخان كان مقيما بأحد الأحياء الشعبية بومبي، ثم اشترى بيت فخم يحتوي على 6 طوابق، بها العديد من الغرف تزخر جميعها بالرسومات، مكتبة وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومكتب وغرفة الضيوف وغرفة تسلية، وفي الطابق السفلي منطقة وقوف السيارات. دعونا نلقي نظرة على هذا المنزل فائق الفخامة، حيث يعيش شاروخان مع نصفه الآخر جوري خان جنبا إلى جنب مع الأطفال إريان وسهانة وإبرام. شاروخان قصر فخم جدا طبعا، من أغنى الأغنياء في الهند. حمام السباحة، منزل 6 طوابق، لدى شاروخان مجموعة كبيرة من السيارات الأنيقة، من بينهم رولز رويس وفانتوم دروب هيد المكشوفة ذات اللون الأزرق، والتي تعتبر واحدة من السيارات الفاخرة في الصناعة. هي رولز رويس. كما أن لدى شاروخان سيارة أخرى تعتبر من المفضلات بالنسبة له، وهي لاند كروزر، أيضا 3 سيارات بي ام دبليو، من بينها بي ام دبليو 6 وبي ام دبليو 7، الرائعتين والمفضلتين له. شاروخان من المولعين بالسيارات الرياضية إلى حد كبير، وهو يحب سياقة سيارة A6 البيضاء، بالإضافة إلى سيارة ميتسوبيشي باجيرو الرياضية هي الأخرى، لتكتمل بذلك سلسلة السيارات المفضلة لدى الممثل القدير
شاروخان. سيارات فخمة تليمي. أما أحدث مقتنياته فقد اشترى شاروخان أغلى نوع من الشاحنات، يبلغ سعر الواحدة منها نحو 400,000 جنيه استرليني، وقد صممت هذه الشاحنة من قبل متخصصين محترفين بناء على طلب من شاروخان، وتجاوز تصميمها نحو أكثر من شهرين. وتحتوي هذه الشاحنة التي يبلغ طولها نحو 14 متر على غرفة نوم ومطبخ وحمام كامل وقسم خاص بالمكياج وغرفة خاصة بالاجتماعات وصالون، بالإضافة إلى أنها مزودة بأحدث أنظمة الصوت والصورة. ودي شاحنة فاخرة جدا، منزل لوحديها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين قناة أخبار النجوم.